شوقي ابو نصار، يعطيك العافيه، صباح الخير. اهلا، صباح النور. شفنا امبارح لقائك مع بوغدانوف، وشفنا البيان يلي طلع من بعد هذا اللقاء على انه تحدثتم عن اهميه العلاقه بين لبنان وموسكو، وكانه كان هذا اللقاء اذا بدك يذلل الازمه اللي نتجت عن بيان وزاره الخارجيه اللبنانيه حول الاحداث في روسيا واوكرانيا. استاذ شوقي، هل اضركم يعني بيان وزاره الخارجيه اللبنانيه؟ بالواقع صحيح، يعني اتى اللقاء يوم امس مع صديق نائب وزير الخارجيه الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف لتوضيح الموقف اللبناني من ما يجري باوكرانيا. وطبعا اللقاء اتى بعد اتصالات طيله النهار مع معالي وزير الخارجيه والمغتربين دكتور عبد الله ابو حبيب ومع دوله الرئيس نجيب ميقاتي. لانه ما بخفى عليكي وكما هو معلوم لدى الجميع، بيان وزاره الخارجيه اللبنانيه قد تكون صياغته لم تعكس يعني الموقف اللبناني اللي يجمع عليه معظم اللبنانيين ومعظم الفئات السياسيه اللي ايضا جرى تواصل معي من قبلهم. لبنان حريص، وابلغت السيد بوغدانوف، لبنان حريص اشد الحرص على افضل العلاقات مع روسيا الاتحاديه. روسيا دولة عظمى ودولة صديقة، قدمت ولا تزال كل الدعم الممكن للبنان سواء بالمحافل الدولية الأمم المتحدة وغيرها أو على الأرض. يعني كلنا بنعرف واللبنانيين بيعرفوا عندما يتعرض لبنان لأزمات، سواء ابتداء من عدوان تموز في 2006 وصولا لجائحة الكورونا وانفجار المرفأ، روسيا لم تتردد لحظة تحت القيادة الحكيمة للرئيس بوتين، لم تتردد بتقديم كل دعم ممكن للبنان مادي ومعنوي. ولهذا السبب يعني أثار البيان اللي صدر عن الخارجية اللبنانية نوع من عدم الرضا الروسي لا شك يعني. فقمت أنا امبارح خلال لقائي مع الصديق سيد بوغدانوف بتوضيح الأمر، وكان لقاء إيجابي وأجواء إيجابية. يعني كيف وضحت الأمر أولا؟ ماذا قلت له وكيف كان الرد؟ يعني أكدت طبعا أنه لبنان متمسك دائما بأفضل العلاقات مع روسيا، وربما كما قلت سيدتي أنه صياغة البيان لم تعكس تماما حقيقة الموقف اللبناني، لأنه البيان يعني كان فيه تعبير يعني أثارت استياء الجانب الروسي لا شك. نعم. لانه الازمه الاوكرانيه بالواقع، من يتابع الازمه الاوكرانيه وانا اتابعها من 2014، انا سفير لبنان في روسيا منذ حوالي 9 سنوات ونصف واتابع الازمه منذ انطلاقتها بال 2014. نعم. الازمه الاوكرانيه معقده جدا وفيها يعني طبعا هي خلاف محاور بين الناتو والغرب وبين روسيا. هل تفهم؟ معقد جدا. الأزمة الأوكرانية. ماذا قال لك يعني السيد بوغدانوف؟ ماذا قال؟ السيد بوغدانوف طبعا أبدأ استغرابه لصدور هكذا بيان، خاصة وأن الكثير من الدول العربية يعني اللي معروفة بقربها للغرب أكثر من لبنان لم تسارع إلى إصدار بيان بهالصياغة يعني القوية تجاه الموقف الروسي، تجاه يعني الدولة الروسية. نعم. كيف انتهى اللقاء؟ هل يمكن القول أنك يعني حليت أزمة الموقف الروسي تجاه هذا البيان؟ لا طبعا، لا يعني يمكن القول أني شرحت وأوضحت يعني أزلت بعض الالتباس، ولكن لا شك أنه يعني ربما خطوات توضيحية أخرى من المسؤولين اللبنانيين مطلوبة أكثر. أكيد. نعم. خطوات أخرى من الحكومة اللبنانية. نعم. الوزير عبد الله أبو حبيب اليوم بالصحف أبدى استغرابه لنداء الوطن لما تضمنه بيان السفارة الروسية، قائلا لنداء الوطن: كنت قد طلبت أمس الأول لقاء السفير الروسي في لبنان وأبلغته أن وزارة الخارجية اللبنانية بصدد إصدار بيان استنكار لما حصل في أوكرانيا، ولم يعبر لي عن موقفه بالشكل الذي ظهر في بيان السفارة الروسية، يعني إنما اكتفى بالاستماع ثم أكملنا الجلسة بشكل عادي.
وقال ايضا الوزير عبد الله ابو حبيب انه القصه هي قصه مبدا مبني على قرارات الشرعيه الدوليه، وانا اصدرت البيان بناء على قناعاتي ولم اتلقى اي اعتراض. انا هون اعتقد انه السفير الروسي، اعتقد طبعا لم يعني لا يمكن الحديث عن اجواء اللقاء مع معالي الوزير، بين معالي الوزير ابو حبيب والسفير الروسي ببيروت. لا انا معمول انه لبنان متمسك بموقفه، يعني وزير الخارجيه متمسك بموقفه، لكن انا اقول انه السفير الروسي في بيروت ربما لم يعترض لانه لم يطلع على حرفيه البيان، لانه صياغه البيان يعني لبنان اكيد كان ولا يزال متمسك بقرارات الشرعيه الدوليه وبميثاق الامم المتحده، ولكن كما قلت يعني الازمه الاوكرانيه معقده جدا، ويعني الموقف الدول كلهم عم يكون موقف يعني حذر ودقيق من الازمه، الا الدول اللي اخذت طبعا مواقف مسبقه او بمحاور معين. نعم، طيب سعاده السفير، الى اي مدى هذا البيان يمكن ان يضر باللبنانيين الموجودين في روسيا؟ وهذه مناسبه ايضا للحديث عن اوضاع اللبنانيين الموجودين في روسيا في هذه الازمه. يعني بهالمجال بشكرك على السؤال، لانه انا تلقيت اتصالات عديده جدا من ابناء الجاليه اللبنانيه بروسيا، وحتى صدر بيانات باسم ابناء الجاليه تعترض على بيان وزاره الخارجيه اللبنانيه وابلغوني، وانا اتفهم ابناء الجاليه هون لانه يعيش في روسيا حوالي 2500 لبناني، نصفهم تقريبا من الطلاب، يتلقون افضل معامله من الجانب الروسي وكل انواع الدعم، خاصه الطلاب يلي واجهوا ازمات في تسديد الرسوم الجامعيه بسبب صعوبه التحويل من لبنان، والذين عانوا ايضا خلال الكورونا، فكانت يعني يتم معاملتهم كالمواطنين الروس بكل اهتمام من السلطات الروسيه والجامعات المختصه، ولهذا طبعا كان هناك استياء لبناني واستغراب لهالموقف اللبناني اللي بيعتبروه غير يعني لا يصب بمصلحتهم. نعم. انا بحب اكد بهالاطار انه خلال حديثي مع السيد بوغدانوف اكد لي حرص روسيا كمان على افضل العلاقات مع لبنان وحرصها على ابناء الجاليه اللبنانيه، طبعا روسيا دوله عظمى وكبرى، وصراحه يعني اعتقد انه لن ينعكس بيانات يعني وان كانت غير مرضيه للجانب الروسي لن تنعكس ابدا على ابناء الجاليه اللبنانيه اللي هن عايشين ببيئة صديقة يتلقون كل أنواع الاهتمام من الجانب الروسي. نعم، بس أخيرا يعني كمان أجواء السفارة اللبنانية في أوكرانيا مختلفة شوي، لأنه أيضا هي تقول أنه في لبنانيين موجودين في أوكرانيا التي تتعرض للقصف، وهن هلأ موجودين بالملاجئ وبمحطات المترو وعالقين على الحدود، وبالتالي بيان كهذا يمكن أنه يفيدهم لأنه هن تحت وقع الأزمة أكثر من اللبنانيين في روسيا. يعني نحن دائما بدنا نطلع على اللي بيفيد مصلحه لبنان سيدتي. مصلحه لبنان مثل ما قلنا هو طبعا التوافق مع القوانين الدوليه، ولكن احترام المصلحه اللبنانيه قبل النظر يعني لاتخاذ مواقف ترضي جانب وتؤذي جانب اخر، فمن شان هيك المواقف يجب ان تكون مدروسه ومتوازنه. نعم. ولبنان مثل ما قلنا ومثل ما فهمت من معالي الوزير ابو حبيب حريص على افضل العلاقات مع روسيا، برجع باكد الوزير ابو حبيب حريص جدا على افضل العلاقات، ودوله الرئيس ميقاتي على علاقات الصداقه التاريخيه مع روسيا. طيب هل يعني هل مطلب اليوم اخيرا هل طلب بوغدانوف بيان رسمي او تصحيح رسمي او يعني ايضاح رسمي يعني حول ما جرى في لبنان؟ لا 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 لم يطلب، تكون واضح السيد بوغدانوف لم يطلب، لانه طبعا هذه بتتوقف على الجانب اللبناني بالعلاقات الدوليه، يعني لا يكون هناك املاء معين يعني ولكن انا اعتقد انه ونقلت الاجواء طبعا لمعالي الوزير ابو حبيب ولدوله الرئيس انه ربما صدور بيان توضيحي عن الحكومه اللبنانيه قد يكون مفيدا جدا بهالظروف هذه. ماذا قالوا لك؟ سيتم درس الموضوع، طبعا سيتم درس الموضوع واتخاذ الاجراء المناسب. شكرا لك سفير لبنان في موسكو شوقي بونصار، اهلا وسهلا بك وشكرا على هذه المداخله.